شكرا سعد على الاستضافه، شكر للتغطيه الاعلاميه الموفقه لهذا التاريخي اللي كتعرفون به العريش. سعداء جدا بافتتاح هذا الصرح المعماري والثقافي لمدينة العريش، المركز الثقافي لكسوس، الذي نتمنى ان يشكل افتتاحا المدينة على الأنشطة الثقافية، وأن يحقق للمدينة انتعاشتها الثقافية. المركب رائع جدا من حيث المعمار، من حيث الموقع ديالو، سيشكل لا محالة وبدون شك سيشكل انطلاقة لتجربة ثقافية جديدة تعيد للعرائش الجادة الثقافية وتعيد للعرائش انتعاشتها التي كانت في الماضي. سكان العرائش مبدعوها وشبابها يدعمون الى هذا الصرح الثقافي، الى الاشتغال به، الى الاستمتاع به، وايضا الى المحافظه عليه من اجل ضمان استمراريته وضمان تحقيق هواياتهم وانشغالاتهم وامكانياتهم. شكرا جزيلا.